نجمة داليا البحيري منوراني النهاردة في فوشيا. النهاردة بقى اليوم يومك، نجوم بقى مهرجان الدراما، كلميني عن المهرجان وعن حضورك. اليوم يوم الفنانين كلهم النهاردة، سعيدة جدا. انت اللي قمر، سعداء جدا بالمهرجان ده لانه اتولد على ايدينا، ايد الفنانين، من نقابتنا تحت اشراف دكتور اشرف زكي، ان يبقى لينا مهرجان للدراما. مهرجان بالحجم ده بيكرم اولاده، بيكرم الفنانين، ده حاجه كبيره قوي بالنسبه لنا كلنا، وكله حريص ان هو يبقى يعني يهتم بالمهرجان ويهتم بالحضور، واتمنى يبقى انطلاقه قويه ان شاء الله. يعني خطوه شايفينها، هل متاخره ولا هي جايه في الوقت المناسب دلوقتي؟ المهرجان للدراما يعني يتعمل للمسلسلات بس؟ والله كان في زمان مهرجان الاذاعه والتلفزيون، وكان في مهرجانات تانية، بس مش كفايه. يعني حجم الدراما وتقل الدراما وقوه الدراما المصريه، لا، محتاجه مهرجان بالقوه دي بالحجم ده، وجه في ميعاده. يعني بيقول لك نيفر تو ليت، فيعني ده وقته. يعني شايفه ان انت دلوقتي حابه المسرح اكتر عن الدراما او السينما، فقولي لي مشاركتك في المسرح برضو، مسرحيه جديده سياسي جميل. لا طلع، انا بيتعرض عليا حاجات في الدراما مش حاسه ده المستوى اللي احب اقدمه للجمهور، فمستنيه لما تبقى حاجه يعني تناسبني اكتر. وقلت يعني في نفس الوقت اقدم حاجه ابقى برضو متواصله مع الجمهور من خلال المسرح، لان تقدم لي مسرح ما ينفعش يترفض. يعني مع استاذ محسن رزق، استاذ كبير في المسرح، كان نفسي اشتغل معاه. اشتغلت معاه حاجه بس من تاليفه، انما ده اعداده واخراجه. معايا الأستاذ أحمد وفيق، والقصة نفسها، الرواية نفسها، سيدتي الجميلة، مسرحية اسمها سيدتي الجميلة جدا، فسعيدة قوي بيها، وإن شاء الله. واستعراضية، أنا بحب الاستعراض. أقول لك أصلا الاستعدادات ليها أصلا أصعب من أي عمل فني تاني، خصوصا كمان ده مسرح، وإن أنت يعني مع المتلقي على طول. بالظبط، إن شاء الله خير، وأتمنى الناس تيجي تحضر وتستمتع بالمسرح، ويطلع يعني يفضل المسرح فيه رواج زي الأول، أو يرجع تاني، لأن الأعمال المسرحية قلت جدا. يمكن موسم الرياض وموسم المواسم اللي بنشوفها في السعودية حركت المسرح شوية، بس أتمنى يبقى فيه مسرح يتعمل لمصر، جوه مصر، للمصريين. تعلمتي من الزعيم حاجات كثيره جدا، اشتغلتي معاه كذا عمل فني، قولي لي اكتر حاجه اتعلمتي منه ايه، وتحبي تقولي له ايه من ضمن الشعائر اللي بتتعلم؟ لا، اتعلمت منه حاجات كثيره جدا، اولهم الالتزام. يعني انا كنت اروح بدري وافتكر نفسي بقى ان انا اول واحده رايحه، الاقيه قاعد وبيشرب القهوه بتاعته وقاعد مستني الناس تدخل. الزعيم ما يتكررش، احب اقول له وحشتني، بحبك جدا جدا، وعايزه اشوف حضرتك قريب، ويا رب يديك الصحه. نورتيني يا داليا، بتمنى لك نجاح. شكرا يا رب.